معشر القلب أهميته، كيفية رفعه، والطريق الوحيد لذلك. يستخدم وصف القلب، حجم القلب بالنسبة لحجم الصدر. يستخدم يتم حسابه من خلال قياسات الأشعة السينية للصدر، وخاصة تلك التي تؤخذ أثناء التصوير الإشعاعي للصدر. أهميته حجم القلب كان بالنسبة للطبيعي. قصور القلب، يعمل القلب بجهد أكبر. صمامات القلب التي تؤثر على تدفق الدم. عضلة القلب مثل تضخم عضلة القلب. العلاج يمكن مراقبته، يمكن استخدامه لمراقبة استجابة القلب للعلاج. يقلل من خطر القلب والسكتة، أمراض القلب والسكتة الدماغية. يساهم القلب الصحي في الشعور بالحيوية والنشاط، ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق. لا شك أن الأشخاص الذين يتمتعون بقلب جيد يعيشون عمرا أطول وأكثر صحة. يتم حساب مؤشر القلب بقسمة العرض الأقصى للقلب على الأرض الداخلي للصدر على مستوى الأذين الأيسر. القيمة الطبيعية لمؤشر القلب تختلف قليلا حسب العمر والجنس، ولكن بشكل عام يجب أن تقول أقل من 0.5%. المؤشرة على القلب الجنس يميل للرجال يكون أعلى. العمر قد يزيد مؤشر القلب قليلا مع العمر. الوضع البدني، الرياضيون يكون مؤشر القلب أعلى قليلا. الحمل يزداد مؤشر القلب بشكل طبيعي أثناء الحمل. مؤشر القلب هو قياس غير مباشر لحجم القلب. لا يمكن أن تتأثر قيمة مؤشر القلب بعوامل أخرى غير حجم القلب، مثل جودة الصورة الشعاعية وموضع المريض. لا يتم تفسير نتائج مؤشر القلب بمفردها، بل أنه يجب تقييمها جنبا إلى جنب مع الأعراض والنتائج الأخرى للفحوص الطبية. مؤشر القلب والأمراض، عندما يكون خارج النطاق الطبيعي يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة صحية. يؤثر ارتفاع مؤشر القلب على القلب. يرتفع مؤشر القلب أن ذلك عادة إلى القلب، أن القلب قد تضخم. يكون ذلك بارتفاع ضغط الدم، أو عندما صمامات القلب لا تعمل بشكل صحيح، أو أمراض عضلة القلب، أو قصور في القلب عندما تدهور قدرة القلب على ضخ الدم للجسم بشكل كافي. الصعوبة في ضخ الدم، القلب المتضخم كالذي صعوبة في ضخ الدم بكفاءة إلى أجزاء الجسم المختلفة. يؤدي ذلك إلى ضعف التنفس، التعب الإرهاق، تورم في الساقين. قصور حلب القلب الاحتقاني وأمراض القلب التاجية، بالإضافة إلى قياس مؤشر القلب، قد يحتاج الطبيب إلى فحوصات أخرى مثل ECG لقياس النشاط الكهربي للقلب، اختبار التصوير فوق الصوتية أو التصوير بالنادين المغناطيسي، قسطرة القلب لأداء وهي قسطرة علاجية أو قسطرة استكشافية. العلاج، العلاج يتكون من الأدوية، وأدوية خافضة ضغط الدم أو التي تمنع تخثر الدم. تغيير نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحي، ومقاومة التوتر. جراحة القلب، زرع جهاز تنظيم قلبات القلب أو زراعة قلب اصطناعي. كيفية رفع مؤشر القلب، وهو الرياضة، نظام غذائي صحي،
المحافظة على وزن صحي، الإقناع عن التدخين وعلى الكحوليات وعلى كل ما يؤثر سلبا على الصحة، تقليل التوتر وهو من الأشياء المهمة في الموضوع. مؤشر قلبي والصيام ليس هناك إجابة واحدة تنطبق على الجميع. الحل الأمثل رفع مؤشر القلب، الصوم الإسلامي هو المفضل، ولكن إذا كان هناك مانع من الصيام فيجوز أن يصوم الإنسان الصيام المتقطع وهو آمن وهو ببلاش، أما معنى أنه لا ينفق فيه المال، وبالإضافة لذلك فإن له الثواب الكبير. وعلينا بعدم السماع لمن يقول لأن له أضرار وأن له كذا وكذا، فإن الأطباء أخذوا علومهم من الغرب لا يدل، والغرب لا يدلك على الخير، فأنت أضرب ما ينفعك وما يضرك، وعليك الصيام وما يحفظ عليك وعليك بالصيام وبما في ذلك الأدوية الموصوفة لك. يعني باختصار، إدخال الصيام كأداة علاجية مع الأدوية من شأنه أن يحسن الوضع، وإن كان ذلك أحسن من بلاش، يعني أحسن من الأدوية فقط، أدوية الصيام وربما تتحسن حالتك وينصلح حالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.